الخير والمحبة على كل مشاهدي ومتابعي قناة سامرة الفضائية. أكيد اليوم محور استطلاعنا هو الحرص، هل هو بخل أم شطارة؟ راح نتجول وناخذ آراء الناس ونرجع لكم. ابقوا وياي. الحرص بخل أم شطارة؟ لا شطارة. شلون شطارة؟ لأن يراد له فد تدابير، يراد له فد خطط، يلا تقدر تحرص، يراد له فد ميزانية، يراد له تخطيط، تفكير، فهي يراد لها شطارة. مرات منكم هم بخل؟ لا البخل هو بخل، بعد ما البخل ما لا مو بخل. الحرص شطارة. شطارة اي مو بو يعني مو شيء واحد يحرص مو 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 بخل، ذاك اللي يزيد عن حده راح يصير بخل. اللي بدون تفكير بدون تخطيط راح يصير بخل. حرص بنواحي، يعني من ناحية المادة تقصد، يعني إذا زاد عن حده راح يصير بخل. وإذا يعني من ناحية الاجتماعية مثلا كحرص على الأطفال أو على يعني العائلة، لا هاي الشطارة. هو مو بخل ومو شطارة، يعني إذا أنا أكون حريصة على مثلا أولادي هذا مو بخل، بالعكس هذا شطارة، يعني أحرص عليهم من الدنيا ومن وحتى يكون إذا مبلغ فلوس أو أي شيء أنت تريد تحرص عليه هذا مو بخل، بالعكس هاي شطارة منك أنك تحرص عليه. يجوز هو ما يعرف مصلحته، بس أنت أكيد تعرف مصلحته، فلهذا تكون حريص عليه وهذا مو بخل. وحتى إذا يعني شوية من المال هم مو بخل، بالعكس يعني الدنيا مو خوش دنيا والحرص واجب. أن هذا بالنسبة ليش أنه شطارة؟ شطارة. البخل شيء والحرص شيء والشطارة شيء، لأنه البخل مرض. الحرص أنت يعني تسوي برنامج تمشي بيه بيومك، أما الشطارة هذه تجارة، تجارة الشاطر بيها توصل للشيء اللي تريده. بخل أم شطارة هو؟ ولا بخل ولا شطارة. لا بخل ولا شطارة. ولا بخل ولا شطارة. لأنه البخل مرض والشطارة شيء تجارة الشاطر بيه توصل للي تريده. أما الحرص أنت يعني شيء تتقيد بيه ويا نفسك تحرص عليه تتعامل بيه، يعني لا هيك ولا هيك. سؤال يعني خلي يكون أكثر منطقي حتى تقدر الناس تجاوب عليه، يعني ما متناظم صراحة. أنا أشوف الحرص بخل أم شطارة؟ أنا أشوف الحرص هو شطارة. الحرص يمشي على الشطارة بس ما يمشي ويا البخل. يمشي ويا البخل صح؟ صح. أنا خليته أن الحرص بخل أم شطارة؟ إي مشي هيك بس لا تمشي ويا البخل. لا شطارة طبعاً. حرص هو يعني واحد ما يبذر هواية، ما يشتري أشياء زايد عن حدها بس الأشياء اللي يحتاجها، هذه صحة للحرص. ما تعتبريه بخل؟ لا لا مو بخل. والله ليش بخل؟ واحد يعني لا يذب فلوسه زايد، لا يحرص عليهن، يذبس على الأشياء اللي يحتاجها. هو إلى حدود، يعني شعرة بين أن يكون بخل، بس هو شطارة، أقرب للشطارة. اي يعني انا اكون حريصه بكل شيء، مو بس ما يعني حرص على شغلات ماديه، بني يصير مادي لا، بس حريصه بكل شيء، بكل شيء احسبها، وهذه لا هاي شطاره طبعا، ذكاء. هو مو بخل، يعني البخل اذا يقصر على نفسه وعلى جهاله وعلى اي شيء هذا بخل، بس اذا يحرص يعني ما يبذر ما يصرف يعني شغلات ما تسوى هذا الحرص. الحرص انه شلون يجمع فلوسه، شلون يرتب حاله، هذا بس اذا يقصر على نفسه وعلى جهله هذا بخل. يعني الحرص يختلف عن البخل، يعني انت اذا تكون حريص مثلا على شيء، بس البخل يختلف، يعني البخل غير يختلف عن الحرص. الشطاره يعني اذا كان يعني مثلا انسان اذا يبخل بهواي شغلات، بس الحرص مثلا حريص على حاجه او مثلا حريص على ماله او مثلا على